المدرسة أكتر. لا الأجازة. المدرسة طبعا. أنا بحب الأجازة. لا هما الاثنين. المدرسة عشان أنا بلعب فيها وبصحى يعني الصبح يعني ممكن أقعد لغاية الظهر نايمة. عشان أنا عندي مواهب كتير فبحب يعني أطلع. في الأجازة بقعد في البيت مش بعمل حاجة. ما بحبش اصلا اروح المدرسه. بنصحى الساعه 6 الصبح عشان الباص يعدي عليها 6:30. عشان بشتغل كتير ومش بعرف اسئله كتير. يعني لما بيكون في وقت الامتحانات بنذاكر جامد وبجتهد وكده. وبحبها عشان بقابل اصحابي وكده. مثلا المدرسه مش ببقى قاعده زهقانه، بيبقى في حاجه كل يوم بقعد اعملها عشان فيها اصحابي ومسات وكده. بحب العب مع اصحابي في الجاردن. عشان بروح هناك بلعب مع اصحابي وببسط. عشان نتعلم ونذاكر. عشان نتعلم. عشان بيعلمونا حاجات حلوه. ان هو بيعرفنا كل حاجه. يعني عشان بدل ما نكونش يعني مش فاهمين ولا اي حاجه ولا بنعرف نكتب ولا نقرا. عشان لو كبرنا لازم نعرف نشتغل. لو ما اتخرجت من المدرسه بكون بعرف اقرا وبعرف اكتب واعرف اتكلم مع الناس. ماما بتقولي خشي ذاكري يا ما تخشي تنامي من غير ما تعملي الواجب بتاعك او اي حاجه ولا تحضري الجدول بتاعك. يا هنا ذاكري شويه. طب خدي بريك 5 مينتس وارجعي ذاكري تاني وكده. بذاكر مفيش حل تاني، هذاكر عشان يخلونا نتعلم وننجح في الامتحانات. بحب الماث، بحب الانجليش، ماده العربي عشان دي اسهل ماده، الكمبيوتر عشان ما فيهاش حاجات صعبه كتير، وهي كمان مادة حلوة. هي مادة الإنجليش والفرنش. العربي الإنجليش. يعني عشان بس بتفضل تلعبنا في على الدروس وكده فبنحفظها بسرعة. عشان الإنجليش بعرف أكتبه كويس وبعرف أعمله كويس. بحب الدراسات علشان أنا بحب إن هو نعرف في المكان ده وده ليه قد إيه وقته والراجل ده عمل إيه وكده. أنا ما بحبش العربي. الحساب. الماث اكتر حاجه عشان يعني في ارقام كده لما بيجي اعملها ساعات بتلخبط فيها.